مرحبا بكم مشاهدينا. من المرجح أن تقوم جهات سياسية بالطعن في قرار مفوضية الانتخابات والذي ينص على إلغاء انتخابات الخارج المنصوص عليها في قانون الانتخابات المشرع قبل نحو 4 أشهر. هذا الإلغاء جاء نتيجة اعتذار المفوضية قبل 6 أشهر من الموعد الرسمي للانتخابات عن تنظيم الاقتراع بالخارج لأسباب مالية وفنية، وكذلك انتشار وباء كورونا، فضلا عن احتمالات تزوير النتائج. لكن سيبقى أمام المفوضية في حال الطعن بقرارها إما تحديد موعد جديد للانتخابات، وهو افتراض ضعيف، أو المضي بأي طريقة لإعادة انتخابات الخارج. المعلومات تقول إن عدد العراقيين بالخارج يقدر بنحو 6 ملايين شخص، يمثل غالبيتهم الأقليات، موزعين على 21 دولة، 2 مليون منهم يحق لهم التصويت. لكن تسريبات الون نيوز تقول إن بعض القوى الشيعية المرتبطة بإيران قد تتجه للطعن في القرار لأنه يخالف القانون الذي شرعه البرلمان في تشرين الأول الماضي، إذ تنص المادة 39 رابعا في قانون الانتخابات على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا. لكن الاعتقاد الشائع أنه في حال الطعن بالقرار، هل ستكون المفوضية ملزمة بإجراء الانتخابات بالخارج بأي طريقة؟ هذا السؤال يأتي من منطلق إن ما يعرف بجمهور القوى الشيعية في الخارج يشكلون من 8 إلى 10 مقاعد، وهذا ما يجعل محاولات التزوير قائمة ما لم يتم رفض كل الطعون التي ستقدم بالقرار الملزم.